إننا بحركة بناء الوطن بمناسبة ظهور النتائج الأولية في هذه الانتخابات التي وصلتنا عن طريق مكاتبنا البلدية والولائية والتي هي مبهرة، ربما فاقت ما كنا نتوقعه. نهني مرشحنا المترشح الحر عبد المجيد تبون على الثقة التي جدد الشعب في شخصه بهذا الالتفاف الشعبي الذي يعكس أنه رجل المرحلة الذي اقتنع به الشعب بإنجازاته في إرساء القواعد والركائز الكبرى للجزائر الجديدة. إن ما وصلنا من فوز للمرشح الحر عبد المجيد تبون من مكاتبنا هو نتيجة طبيعية كنا بحركة بناء الوطن نراها رأي العين حين كنا نقول بأنه سيفوز، لأن الشعب الجزائري حريص على استقرار البلاد، حريص على استكمال الإنجازات، حريص أن يدرك وهو يدرك جيدا بأنه هو رجل مرحلة، حريص عدم الدخول في أي مغامرة أو مجازفة، وصاحب المواقف التاريخية تجاه القضية القضايا الكبرى والعادلة لا سيما قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية.